طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان وحد لربك أن أردت دخولها واصدح ورتل آية ذا القرآن والوصل بالأرحام والجيران أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على اللثام والأدران أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها وابذل لمالك يا أخا الإيمان واسأل إله الكون تحظى بها ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع موجبات الجنة. يا رب إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اليوم معنا سبب وموجب من موجبات بلوغ أعالي الجنان. أتدرون ما الحديث عنه؟ الحديث عن الكلمة. وهل الكلمة تبلغ صاحبها إلى الجنة؟ إي والله، إن العبد في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، أي أنه يرفعه في الجنة درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في جهنم. والحديث صحيح، بل إن معاذ رضي الله عنه عندما سأل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن الكلام، هل نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لذلك إن بعضنا زلت به ليس رجله، إنما زل به لسانه، زل به لسانه. ولذلك وبعضنا تكلم بالكلمة من رضوان الله، من فضل الله، من حب الله، فارتقى بها في أعالي الجنان. ولا زال البعض يترقى في الجنة بما يلقي من كلام طيب يرضى عنه الله، يرضى عنه الله. لذلك أيها الأحبة، موجب من موجبات الجنة الكلمة الطيبة. بل إن أهل الجنة قال الله عنهم: وهدوا إلى الطيب من القول. نعم، طيب الكلام من أسباب دخول الجنة، طيب الكلام من أسباب دخول الجنة. فعليك أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة أن تزيل تلك ذاك المخزون اللفظي التي يختزنه البعض منا من لعن وشتم والحديث في الفحش والتفحش، ابتعد عنه، والغيبة والنميمة والكذب وغيرها، ابتعد عنه، واجعل كلامك طيبا حتى تدخل جنة الطيبين وتدخل جنات النعيم وتكون في درج الجنة ترتقي. لأن الله، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ترفعه درجات. معنى ذلك أن بعضنا في الدرجات الدنيا من الجنة فيرتفع إلى أعاليها بكلمة طيبة، بقول صدق، بقول معروف، بدعوة إلى الله، بنصيحة لمؤمن، بدعاء لأخيه في ظهر الغيب. ابحث عن الكلام الجميل، فلماذا تهوي في درك عياذا بالله جهنم بكلمة أردت أن تضحك الناس عليها؟ ولذلك الله أمرنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ما أجمل أن تبتعد وتستعيد من الشيطان حتى يطيب كلامك وحتى ترتقي في درجات جنات النعيم. إذن هل نحن مؤاخذون؟ نعم. وقال ونقل عن عمر رضي الله عنه أو الصديق: رب كلمة قالت لصاحبها دعني. والصديق رضي الله عنه كان يمسك بلسان نفسه فيقول: هذا الذي أوردني الموارد، وهو رضي الله عنه من المبشرين بالجنة. ماذا أقول أنا وماذا تقول أنت؟ إذن توبوا إلى الله جميعا من تلك الكلمات التي لربما زلت بها الأقدام،
توبوا إلى الله جميعاً وارتقوا بكلامكم أيها المؤمنون، فإن طيب الكلام سبب لدخول الجنان. يا رب أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وإلى موجب آخر من موجبات الجنة. الحمد لله، ولازلنا مع موجبات الجنة، واليوم معنا موجب عجيب. أدخل امرأة النار فوجبت لها النار، وأدخل مؤمنة أخرى الجنة. إنه الإحسان إلى الجار. بعض الجيران معاشر الأحبة لا يأمن جاره بوائقة، يعني الشرور، دائما إزعاج وشر وضرب للأبناء وإزعاج بأصوات مؤذية، حتى أن بعض الناس باع داره لأجل جاره، والبعض لحقه الدين وما باع البيت لأجل الجار الذي بجواره. استمع إلى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانة امرأة في حيه من جيرانه، إن فلانة يا رسول الله يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها، وأنها يعني أنها تتصدق، تصلي تصوم، أي عبادة أجمل من هذا؟ لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. ليس الإيذاء برمي الحجارة ولا بتكسير الزجاج ولا بحسد من حولها، إنما كبيرتها أن لسانها قد تبرأ الناس منه من شره، ولكنها تؤذي جيرانها. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هي في النار، نعوذ بالله من النار. أين ذهبت الصلاة؟ أين ذهبت الصدقات؟ أين ذهب الصيام؟ أحرقته لأنها كانت مفلسة، لأن المفلس هو من يأتي بالصلاة والصيام والصدقة يوم القيامة وقد يأتي وقد شتم هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا. ثم قال أيضا هذا الرجل لرسول الله، يقص له قصة امرأة أخرى، قال: يا رسول الله، وفلانة، فلانة يحكى أنها قليلة الصيام، قليلة الصلاة والصدقة أيضا، ليست المراد أنها لا تصلي ولا تصوم، لا، لكنها لا تقارن بالأولى، قليل صيام قليل وصلاة لربما الفريضة فقط، وتتصدق، ولكن صدقتها هذه أيضا كانت تتصدق بأثوار الأقط، كانت تصنع الأقط، ثم بعد ذلك أثوار، يعني كثرته كثير. قال الحبيب، مع أنها قليلة، قال الحبيب قبل ذلك: قالوا يا رسول الله وإنها تحسن إلى جيرانها، تحسن إلى جيرانها بلسانها وبعطائها. قال: هي في الجنة. فيا نساء المؤمنين، والخطاب للنساء وللرجال، أقول إليكم هذا الباب من أبواب الجنة، أكثروا بل أغرقوا جيرانكم من الإحسان، وعفوا عن الحديث السيء معهم، والتعف الأعين عن النظر إلى عوراتهم. جميل والله أن يكون سيد عملنا الذي يقودنا إلى الجنة إحسان للجيران، فعلى الأقل إن لم تحسن فلا تسيء. اللهم اغفر لجيراننا وجاراتنا واجمعنا بهم في جنات النعيم، ونلتقي في حلقة قادمة بإذن الله مع موجب من موجبات الجنة. يا طالب الجنة عدن، إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك أن أردت دخولها وصدا.
استحرت الأيذ القرآن والبر باللبوين يوجب جنة والوصل بالأرحام والجيران أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على اللثام والأدران.